ذكر بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أنه بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة اليوم 11 شخصا على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والسرقة الموصوفة بالتعدد واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والنصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية. وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداع 7 منهم بالسجن رغم أو رهن الاحتقال الاحتياطي وإخضاع الباقي للمراقبة القضائية.